ضحك يعني، كنا احنا هون عم نتابع الاخبار كنا نضحك انه يعني في ناس عايشين بكوكب ثاني. هيدي بطوله الفيفا اعلن عنها الشهر الماضي، ونزل الجدول على موقع الاتحاد الدولي، وانفانتينو رئيس الاتحاد يعني ارسل تهنئه للنادي الاهلي بالمناسبه عن اهميتها، واعلن الفرق المشاركه بحل جديد للبطوله، لانه السنه الجاي البطوله اللي راح تصير اللي بامريكا بطولة بتضم 32 فريق، فهالسنة تحولت البطولة إلى ألقاب متنقلة لعند الوصول للمباراة النهائية لكأس عالم الأندية، يعني كل لقب، كل مباراة لقب إلى كأسها وإلى جائزتها المالية، لذلك هي بطولة رسمية 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 حتى ينقطع النفس، بطولة تندرج ضمن بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأهلي مشارك فيها بجدارة وحقق لقب رسمي جدا جدا جدا، وحيكون بخزائنه اللي ما بعرف إذا بعد بتساع ألقاب ولا لا، لذلك كل ما من شكت بالبطولة بيحتاج أنه يعيد النظر بمعلوماته الرياضية.